السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، وانا رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله ديالنا، اليوم ان شاء الله نعتنيو غير بالبشره. اول حاجه البنات، اليوم ان شاء الله نشارك معكم البخار، ونشارك معكم الماسك، ونشارك معكم الكوماج ان شاء الله. كنت هذا كنت قلت لكم في الفيديو السابق، غير قلتها لكم ما طبقتوش في وجهي، اليوم ان شاء الله نديرهم في وجهي. اول حاجه البنات، ملي كنبغيو نديرو البخار، الماسك، الكوماج، ضروري وجهنا الماسك ماشي مشكل، خص وجهك يكون نقي. اما الكوماج خص وجهك يكون يعني ما مغسولش. كما شفتوا معايا البنات، غنوريكم الطريقه ديال البخار. اول حاجه كنشدو فوطه صغيره ياك، والبنات ما شاركش معكم الا ديال البخار. علاش؟ حيت خاصك تكوني محيده الحجاب، هادشي علاش، باش كطلع، باش يمكن لك هذاك البخار كيطلع معاك والنسم كيتفتحوا، النسم كيتفتحوا. كما كتشوفوا البنات، انا دابا درت الماي سخون. غير انا البنات ما عندي الشوفاج، انا بغيت الماء يكون فيه البخار، يعني طالع فيه البخار. اول حاجه درت الماء سخون، غنجيب معايا الماء كما كتشوفوا معايا، غنخوي الماء هنا. شفتوا معايا البخار كيطلع؟ انا البنات عندي غير خزامه، هي اللي عندي في الدار، خزامه هي اللي نديرها باش كتعطينا واحد الريحه. وانتم اللي كان عندكم المواد مزيان. صافي البنات، كما شفتوا معايا البنات، شوفوا وجهي شحال عراق، شوفوا وجهي عراق. دابا ان شاء الله نغسلو يا ربي، لا بالماء بارد. وهانتوما معايا، شوفوا البنات، ها دابا مازال ما دير لا ماسك لا والو، شوفوا الفرق. ضروري نغسلو بالماء بارد باش النسام كيتسدوا. خليكم معايا حيت ما كنديروا هذا البخار، النسام كيتفتحوا. خليكم معايا دابا البنات، غسلت وجهي، دابا ما نمسحوش بالفوطه، نمسحو غير بابي جينيك كاغيط. شوفوا البنات الطريقه بحال هكا، بحال هكا تنمسحو. عفوا نجي لنا عاوتاني نمسحو، نمسحو مزيان. نمسحو من هنايا صافي، نديرو عاوتاني اخر بحال هكا. هانتوما تشوفو البنات، انا مازال ما دايره لا ماسك لا والو. هادي انا هادي طريقتي، يعني كاينين بزاف في اليوتيوب لي فيديو كاينين، مير انا كندير هذه طريقتي انا. صافي البنات شوف، انا مازال ما دايره، دابا ان شاء الله غنمشيو الماسك الطريقه كيفاش. يلا خليكم معايا. صافي البنات، ارجعوا الماسك. الماسك كنحتاجو فيه معلقه واحده صغيره، معلقه صغيره ديال القهوه، يعني قهوه عاديه اللي كنطيبو بها القهوه، يعني ما متبوخه لا حتى شي حاجه، ماشي تفال، قهوه عاديه. صافي ونديرو في الطبسيل. وندير عاوتاني معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال السكر. وندير معلقه زيت العود، معلقه زيت صغيره ديال العود. صافي نحركهم.
حنا ندوزو بحاجه بحال ندير الماسك وعاد نرجعو عاوتاني للكوماج. صافي البنات كيف شفتو معايا خلطتو، دابا نمشيو للطريقه. كما شفتو معايا البنات انا ندير الماسك بالحجاب، راكم عارفين حتى انا محتجبه. صافي البنات راه دابا ان شاء الله نديرو في وجهي الماسك، كما كتشوفوا انا كنخدمت غير بيدي. ضروري البنات لا نقول لكم في النيف حيت عندنا لي بوين وتحت العين حتى هي ضروري. البنات خدمت بطريقه يعني عاديه نورمال بيدي، ما درت لا شي لا حتى شي حاجه باش الماس. ودابا البنات غنبقى الماسي بيدي كما كتشوفوا دائري الماسي بيدي مزيان كما كتشوفوا. صافي كيف قلت لكم ضروري تما كنانسيست على بزاف. صافي البنات ودابا ان شاء الله غنخليه 5 دقائق، غنخليه 5 دقائق وعاد نغسلو. غنغسلو غير بالماء عادي لا صابون لا والو غير الماء، وعاد ان شاء الله نرجعو للكوماج. صافي يلا البنات نمشيو دابا للكوماج. ودابا البنات رجعوا الكوماج اللي قلت لكم، حتى هو نحتاجوا فيه معلقه واحده صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال السكر معلقه واحده، ونحتاجوا فيه عاوتاني نحتاجوا فيه زيت المائده. زيت المائده ماشي زيت العود، زيت المائده عاوتاني نحتاجوا فيه معلقه صغيره. صافي البنات خلطناه، كما شفتوا معايا كتشوفوا معايا البنات صافي درت معلقه واحده صغيره ديال السكر ومعلقه زيت المائده. صافي نمشي عاوتاني الطريقه. صافي البنات ونرجع عاوتاني للكوماج اللي قلت لكم، كما كتشوفوا غسلت وجهي غير بالماء عادي ما درت لا صابون لا والو. علاش ما درتش الصابون؟ حيت مازال ندير الكوماج. الكوماج ما كيبغيش البنات تكونوا غاسلين وجهكم بالصابون، الكوماج كيبغي يعني وجهكم يكون يعني شويه يعني ما غاسلاش، المهم بداك ما غاسلاش بالصابون. لا نقول لكم البنات على هذا الكوماج يمكن لكم ديروه 2 مرات في الاسبوع، 2 مرات في الاسبوع ديروه. صافي البنات نوريكم الطريقه. هاد الشمس كي اليوم صبر معايا. صافي البنات نوريكم الطريقه عاوتاني ديال الكوماج. صافي نديرو عاوتاني في الشبحه ديالنا، ماشي مشكل غير توسخ اتصبن.
صافي البنات وبدا عاوتاني يساوي ماسي دائري بحال هكا. هادو خدودك ترجعو لك حمامرين السر. صافي البنات كمشو انا ماسيتو دائري حتى هو دائري بحال هكا كمشو البنات. عاوتاني غنخليه 5 دقائق وهانتوما معايا. كما كتشوفوا البنات انا غسلت وجهي غسلتو بهاد الصابونيه هادي اللي قلت لكم في هذاك الفيديو السابق. كنت قلت لكم ما هي اللي جات مع وجهي لقيتها في بيم حتى في المغرب كاينه اصلا هذه قريت عليها لقيتها جايه من المغرب والله يلا قريتها دابا لقيتها جايه من المغرب كازابلانكا دار بيضا. المهم البنات هذه جات مع وجهي دابا نكتب لكم سميتها اتقاو في بيم. هي كاينه فيها جوج ماركات كاينه ديال الزيتون وهذه. انا في الاول كنت خديت ديال الزيتون وما جاش مع وجهي نشفت لي وجهي نشفاتو ليا والحمد لله من درت هذا لقيت واحد الفرق. صافي البنات غسلتو بالصابون ودرت هذا الكريم هذا اللي كنت شاركتو معكم هذيك المره قلت لكم راه زوين حتى هو درتو. وصافي البنات ودرت الكحل وصافي هادشي اللي دابا درت الوجه ما دايره لا ليكرو ما دايره لا فوندو تاه لا والو حتى شي حاجه اصلا. دابا حنا عندنا البرد ما كاين لا شمس لا والو. صافي البنات كما كتشوفوا هذا هو الفيديو اليوم ديالنا وكنتمنى ان شاء الله نكون استفدتوا معايا من هذا الفيديو هذا. وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم والاصدقاء ديالكم وشكرا لكم. انا لنطلبكم هي تبارطاجيو القناه ديالي وشكرا لكم وبسلام عليكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم بسلام عليكم.